إيمانيين ثمانيين انتحب زي ما جنت ورم عليك جنت خلصت عليك جنت بنوم قرد لنا أيث مرسو اسماء ونهارا استضاف جنت مثرس يبشينا الطاس ديار للرياضة نهارا نستضف فريق الفتح الرياضي النظري لمدينة النظار ونستضاف الرئيس الفريق الرياضي إيجان غني عن التعريف محمد الرمضاني. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي مراد. نرحب زمان نرحب زمان جميعين يتبعنا الراديو النار على ضبطان جمع القيدي راديو النار باش نسود عوارنا لجميع المتتبعين الراديو النار. مرحبا. شكرا سي رمضاني انت حزاي سوطاس وشكرا اخت البيئة الدعوة رفضة سبحان الله العظيم اني قصدق ترغي راسا نقاش نشق هذا على الرحبي والسعب وتشكاخ سوطاش وسلمين برا تحيي الفريق الفتح الرياضي النظوري وتحيي الجمهور الفتح الرياضي النظوري. رحب زي شنج دوراني وجنت سفيقات سي رمضاني. سي رمضاني اسقسي مزوارو اللي هو رئيس فتح النظور لأزيد من 17 سنة نهارا سي رمضاني فتح الرياضي النظري من يجا؟ أزيد 17 سنة رئيس فريق فتح الرياضي النظري مرنس دنسي ونقوي قاية غير قموم ولكن هذه الواقع يقصص وطاس فريق فتح الرياضي النظري سنيد جن فريق عريق تأسس دي واحد 1971 على رخصة تصني مسيرين تصني رؤساء تصي يتواكبن فريق فتح الرياضي النظري والحمد لله إني توفى الله يرحمهم إني قندي الحياة الله يطول في عمرهم. آمين. والحمد لله مار رؤساء فريق فتح الرياضي النظري لين يقيم ولين جديد مراغص العلاقة إلى يومنا هذا العلاقة هي فريق فتح الرياضي النظري. سي رمضاني أسقسي هو أنه فتح الرياضي النظري لسنوات انتقد قسم الوطني هوات ما تنسى فريق فتح الرياضي النظري نش نهار من فريق فتح الرياضي النظري من غادي قسم الوطني قسم هوات باء نعم غادي قسم الثاني نخبة هوات عام أو عام شي ماشي نتعيب خويا المسيط والسيان ولكن الواقع هو انت فريق فتح الرياضي النظري طول السنين تعيش ازمات ماديه والى يومنا هذا تعيشيت فريق فتح الرياضي النظري درجه تص للتاريخ ذي السيره ماناش درجه تص الاقسام ربما يودر السنشا بين فريق فتح الرياضي النظري هو تبع يقعد على هو تاليف وهو تاليف طول سبعه الاشطر من بعد الرين اثنين اشطر وها فريق فتح الرياضي النظري استطاع باش يدير قيمة اثنين اشطر بعد ثلاث سنين عاود بين قسم وطني هوات اللي 16 الفريق على الصعيد الوطني فريق فتح الرياضي النظري قاعد يلعب الفرق المزوره يحقق المكانه ديال القسم الوطني الثاني هوات والى يومنا هذا قد القسم الوطني هوات ديال الموسم 2020 2021 توقع راحر هذه قاعد هذه حقق الحلم الجماهير الفتحية ولكن ويوذشا الزغاد نغعامة الموسم 2022 توقع راحة رذي وضع عوض ولكن الحمد لله نحافظ خدمة الوجه مش مسا بلاش ندور لغة التاريخ الفريق فتح الرياضي النظري توادي قسم وطني أول هوات ينافس ذي الوقتين السعود هكذا شباب كنا في هذا الصدمة وكان يتكلم هذه الوقت يعني تروازيان السوش سهرة باش نضحي ياسير لكن مسموح السهرة مسموح السهرة مداني خذ راحتك هذا الراديو ديالنا كاملين هذا العالي هذه النظرية عدة مرات هو كيحاول باش يسعد القسم الوطني الثاني نخبة لأن واحد السنة نفس على الصعود كان مع استاد الرباطي وشباب خنفرة أنا ذاك صعد شباب خنفرة وواحد السنة عود كانت منافسات حتى لنا الرتبة الثانية بعد النهضة البركانية في 2010 وصعدت النهضة البركانية أنا ذاك فريق فتح الرياضي النظري كانت إمكانية ديالو جد محدودة والسنة ديال 2020-2021 فريق فتح الرياضي النظري كان قبل قوسين غيطلع القسم الوطني الثاني مع
النخبة، ولكن قدر الله ما شاء فعال بلا ما غادي ندخلوا في ديك التفاصيل. و 2021 22 فريق في الرياض النظر كان عاود قاب قوسين نزل الى هو الف، ولكن بالإرادة ديالنا والرغبة ديالنا والعزيمة ديال الجميع لاعبين ولا طاقم تقني ولا مكتب مسير ولا جمهور ديال الفريق في الرياض النظري، والحمد لله بلا شويه ديال التجربه. سي رمضاني كنهضروا على الفتح الرياضي الناظوري، وكنهضروا على هضرنا على جوج مواسم تقريبا الاخرى اللي كان فيها تقريبا غادي نطلعوا وتقريبا غادي نزلوا، ولكن الحمد لله حافظنا على ما الوجه. لكن الان الموسم الرياضي او الموسم الكروي الجديد تقريبا على الابواب، مجموعه من الانديه اللي بدات لي زونترينمو وكذا، ولكن الفتح الرياضي الناظوري لحدود الساعه مازال، شنو واش كاين شي مشكل؟ شنو كاين سي رمضاني؟ وضح لينا اكثر. فريق فتح الرياضي الناظوري كما قلنا موسمين مختلفين، كان على وشك الصعود وكان على وشك النزول. وفريق فتح الرياضي الناظوري كنعرفوه فريق اللي كما نقولوا الامكانيه ديالو جد محدوده، لان السنه ديال 2000 اللي كنا غنلعبوا على الصعود درنا واحد المجهودات ودرنا بزاف ديال الامور، وبقات علينا ديون ديال اللاعبين. والسنه ديال السنه الماضيه هي 2021 22 اللي فريق فتح الرياضي الناظوري عانى من سوء نتائج وعانى من امكانيات ماديه، ودابا كان مازال عندنا الديون متراكمه على فريق فتح الرياضي الناظوري اللي ما قدرناش عاجزين باش غادي كما نقدروا نهضروا بلغه الارقام باش نقربوا المشاهد اكثر. شحال الديون اللي كنهضروا على الديون؟ شحال تكون الديون؟ حيت لو كان كانت ديون ربما بسيطه راه غادي تقدروا تجاوزوها، وكنعرفوا ان الامكانيات نتاعكم والاصدقاء والمحبين ديال الفتح الرياضي يقدروا يتجاوزوها، ولكن اظن ان ربما امكانيات كبيره. لان دابا الاشكال اللي كاين مع ازمه ديال الكورونا وازمه ديال الاقتصاد ديال العالم دابا، ماشي غير فريق فتح الرياضي الناظوري كان يعول على 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 مساهمه ديال الاشخاص، ولكن دابا نعرفوا مؤسسات كبار ومؤسسات شركات كبار راهم اونفايت والناس اللي كنت نعاون ديالهم. دابا ما قدام حتى واحد اللي غتكلم له على كره قدم ولا على الرياضه، راه حنا نقدروا الظروف ديالو لان الظروف ماشي تساعد، لان كنعرفوا دابا كلشي ولا غالي والموارد ولات جد محدوده. وفريق فتح الرياضي الناظوري الا جينا على الارقام دونك انا كنقول لك فريق فتح الرياضي الناظوري دابا عاجز باش غيطلع، لان بما انك تبقى الكونتور تحت الصفر وباش غادي ديماري، راه واحد خطره جلست مع الاخوه قلت لهم على الاقل خصنا مليون درهم باش غادي نقلعوا. الناس كيقولوا الامور راه طلب لنا 100 مليون راه طلب لنا هذه، ولكن احنا ما كنطلبوش، احنا كنقولوا اشنو خاص الفريق فتح الرياضي الناظوري باش يطلع. اذا نقدروا لان اللاعبين كيسالوا 500,000 درهم، لحد الادنى 500,000 درهم اللي كيسالوا باش غادي تعيط للعاب وتقول له اجي غادي تسيني معايا الموسم الجديد، راه على الاقل خص تعطي له داكشي اللي كيسالوا من 2021 22. ما يمكنش شي لاعب غادي يجي يتونكاجا مع كونترا جديده وهو مازال عنده الدين، وباش غادي تقلع باش غادي ديرو ديماري خصك اللعابه اللي غادي تجيهم جداد، راه كيطلبوا معك مستحقات. انا عندي كيجيبها ديال المنح ديال التوقيعات، عندك امورات بزاف، ولهذا احنا ملي حددنا قلنا لو مينيموم خصك واحد مليون درهم، الناس اولوها راه طلبنا الفلوس، راه ما لا وحتى الا طلبتوا فلوس راه من حقكم، لان باش تسير فريق بزيرو ديغام راه ما يمكنش. واخا على ديك الامور الماديه سي رمضاني، كيف يعقل ونحن في 2022 مازال كنعتمدوا على اشخاص ذاتيين يدعموا واحد فرقه كرويه اللي كما قلتي في التقديم ديالها عندها تاريخ منذ سنه 1971؟ واش المؤسسات، واش المجالس الحكوميه اللي كاينه ربما في الناظور ما كتدعمش الفتح الرياضي الناظوري؟ هو الاشكال ديال 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 المؤسسات الاقتصاديه ولا 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 النخبه ولا الاخر، هذا مشكل قديم جدا. راه فرق الانديه ديال مدينه الناظور بصفه عامه، راه لولا اشخاص راه غتحيد، لان دابا الا جينا نتكلموا على الموارد ديال الانديه دابا راه سي كاتاستروفيك، وخاصة مدينة الناظور مقبلة على مشاريع كبار، مقبلة على أوراش، مقبلة على 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 بزاف ديال الأمور، ولكن في المجال الرياضي
ما فهمش انا ديما هذا السؤال كيراودني وكان طرحه طرحناه في عده منابر ولكني مازال ما كناش الحمد علما يعني. انهم يدعمون مجالات اخرى ولكن فاش كنوصلوا للرياضه خاصه الكره القدم زعما من العيب والعار ان اقليم الناظور ما يدعمش. واخا ملي كنهضروا على كذلك المؤسسات كانوا كذلك حتى على مستثمرين على شركات مثلا مارتشيكا زعما هادو علاش ما يدعموش الفريق؟ واش نتوما ترقتوا هاد البيبان ولا ما توصلتوش مع هاد الناس باش نوضحوا للمشاهد اكثر القضيه ديال التطرق؟ انا ماشي مشيت دقيت ولا درت انا درت واحد كما قالوا واحد اب الاخر كما قالوا ملي مشيت اي مؤسسه مشينا للمارشي مشينا للعمران مشينا للمؤسسه البنكيه مشينا للعيد على المرسى ماروك مشينا للوديب هذو عندي احنا درنا لهم كما قالوا بروجي درنا دوسي حتى دوسي درنا كتاب اشنو هو في التحرير هذه النظريه اشنو بغى منكم اشنو كتسناو منه اشنو هما الخدمات اللي غادي يقدم للشركه اشنو هما الاخر اللي غادي ديروا معنا ودرنا معهم تربارين راه ماشي 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 جينا حنا ما كنطلبوا الفلوس فقط نعم. حنا كنطلبوا اتفاقيات شراكه ما لنا وما علينا ولكن 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 غياب دابا حنا كنعرفوا الرياضه في الصعيد الوطني الرياضه الا ما كانش عندك دي بوفوار صحاح دي زانتيرفونسيون متداخلين اللي صحاح اللي يقدروا ياثروا على المؤسسه واخا كتمشي مؤسسه كرئيس نادي ولا كمكتب مسير راه ما كيعطيو لك اي اعتبار. نعم حنا كنا ديما كنتمنوا خص يكون رجل محوري غياب رجل محوري في مدينه الناظور اللي يقدر يهز المشعل ماشي غير ديال الرياضه بزاف ديال كما نقولوا حوايج اللي خاصنا في مدينه الناظور. على ذكر رجل محوري نمشيوش بعيد نبقاو قريب كاين مدينه قريبه لينا اللي هي بركان اللي ربما رجل واحد استطاع انه ينصف هذه المدينه من ناحيه الرياضه والحمد لله اللي اصبحت يعني نموذج يحتذى به. زعما حنايا واش ما عندناش ناس عندهم غيره على هذا الاقليم خاصه في المجال الرياضي؟ الغيره بوحدها السيمولات ما خدماش هي خصنا اداه خصنا الناس اللي يديروا واحد السياسه التحدي يديروا نكران ذات يكون اللي غايجيو للمدينه الناظور راه الا جينا كما قلت لي بركان مدينه الناظور بحكم الموقع ديالها بحكم الامكانيات ديالها بحكم المؤسسه ديالها تفوق بركان ولكن شخصيات مدينه بركان مع مع مع, مع, مع الناس ديالها مع التنسيقيه معها دابا انا السي فوزي قشاوة دابا القاس رئيس ديال النهضه البركانيه كاين بلا ما نقول ذكر اشخاص ولكن الدور اللي كيلعبوا دابا في مدينه بركان قدر استطاع بالمكانه ديالو باش غيجمع النخبه ديال النهضه البركانيه ديال بركان من اجل تطوير منظومه كرويه داخل النهضه البركانيه اللي حققت وفازت كما نقولوا بطولات قاريه ولا وطنيه ولا كؤوس العرش. دابا وصلوا واحد المستوى اللي احنا كنتمنوا غير باش نقطعوا غير كما نقولوا غير الواد ما استطعناش لان غياب اراده غياب واحد رؤيه ديال المستثمرين ولا ديال المؤسسات الاقتصاديه ولا 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 ولا, ولا, ولا شخصيات اللي قادرين يشوفوا في المجال الرياضي ولا في المجال الثقافي لان لا باس ديال المدينه هي شباب. ولا مشينا الى انا ديما كنقولها الى رجعنا شويه للور راه المنتخب الوطني راه عندنا واحد ازيد من 55% ديال ابناء الريف ديال الجاليه ديال الريف اللي كتمثلوا ميم با واحد 2% من الساكنه ديال الريف ولكن استطاعوا لنا كاين مواهب كاين دي طالو كاين بزاف ديال الامور. غياب بنيه تحتيه غياب رؤيه غياب اراده هي اللي خلقت واحد كما نقولوا واحد نعم سي رمضاني في ظل هذه الوضعيه الراهنه ياك وانا كنشوف والله اعلم اذا ما كانش تسديد هاد الديون وما كانش اراده قويه وعاجله ربما كنشوف ان الفتح ما غاديش يستمر. واش الرمضاني خاصه انه كاين مجموعه من النداءات وكنلاحظها في كل بدايه موسم يطالبون انا كنهضر
بلسان السكينة والهدرة اللي كدار في القهوي وفي الفيسبوك كطالبوا بالمكتب الاستقالة. والسي رمضاني ماشي مرة ماشي جوج كتحط الاستقالة ولكن كيتقدم حتى شي واحد لتسيير المكتب. فين كاين الخلل؟ واش في الرمضاني؟ واش في المكتب؟ واش ما عرفناش السي رمضاني بصراحة. دابا كاين الناس كيشوفوا يتفرجوا واحد الزاوية مغلقة ولا كيتسمعوا الأقوى ديال الناس، ماشي هذا هو الواقع. من ناحية منطقية لابان في العون ديالهم وباغيين الفريق تاع الرياضيين الناظوري اللي كنشوفوه قريب للنخبة، مطالب ديالهم مشروعة، إرادة ديالهم مشروعة، ولكن ملي غادي يمشيو للصلب ديال الواقع راه ماشي مشكل ديال الشخص ديال محمد رمضاني ولا ديال المكتب المسير ولا حنا برسالنا. دابا كما بقينا حنا في ورطة، لأن كما قلت راه ميراج وتكران بغينا نشوف عنا، ولكن كتلقى راسك بين المطرقة والسنده. اللي كدير الاستقاله، ديال الاستقاله تعطي واحد المده زمنيه ديال 48 ساعه ولا 72 ساعه، كتخلي الفرقه في واحد في واحد في واحد كما نقولوا في واحد الباب غير قانوني. كتخلي فريق، لان ملي كدير الاستقاله ديال المكتب وما كديرش لجنه مؤقته ولا ما كديرش مكتب مسير اخر، راه كتولي الفرقه تقدر تحل كاع قانونيا. ولكن انت تطلب مني اكثر من الطاقه ديالي. انا 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 اقولها من قلب خالص وبدوني كما يقولون الناس. راه شحال بغيت كيقول الله ما سنيور او نقينا سنف او نقاقاقاقاق 6-8 سنين، اللي بغى يجي سياري يجي دي فلوس من فتح الرياضي الناظوري، راه فلوس كيترمى. وانا لو بيجي ديال الفريق فتح الرياضي الناظوري وحنا كنلعبوا القسم الوطني هواد، راه اقل بكثير من جميع الانديه اللي كان مرسو بها. وفريق فتح الرياضي الناظوري ابعد نقطه عن الصعيد الوطني اللي كيقطع ازيد من 25000 كيلومتر. راه مقابله وحده كنا كنمشيو للمولوديه الداخله، راه كان قسم ميزانيه ديال اقل 120000 درهم باش تمشي غير توصل، ما بالك الا ربحتي مقابله ولا غير تعادلتي، راه خصك 200000 درهم في واحد المقابله. كاين جانب اخر السي رمضاني، اللي بغض النظر على الناس اللي كينتقدوا ولا غير ذلك، كاين ناس واحد اخرين وشفناهم داروا مبادرات سواء في اوروبا سواء في عن طريق الفيسبوك من اجل انقاذ هذا الفريق من اجل دعمه، ولكن ما يلاحظ انه كيبقى كلام فقط وحبر على ورق، كتبقى غير هضره زايده. شنو اللي خاص السي رمضاني نتوما دابا كرئاسه كمكتب؟ شنو هي المقترحات ديالكم؟ شنو كتشوفوا نتوما باش يتم الاقلاع من جديد، باش نبداو صفحه جديده ونوضوا نخدموا؟ شنو هي الاقتراحات ديالكم السي رمضاني؟ مقترحات لعمليه هو الفريق فتح الرياضي الناظوري دابا راه خصو يبدا يقلع. خصنا نكونوا عمليين، نخليو كما نقولوا اللغه ديال القهاوي ولا ناخذ دابا واقع اش ديال لايف ولا كريتيكي ولا شكون كتخاطب بعدا. نعم، مخاطب فينا هو، راه المخاطب راه خص يكون واجد. دابا حنا واش خاصنا؟ خاصنا في الرياضي الناظوري يبدا. باش غيبدا راه خصنا امكانيات ماديه، لا ما نتزايد. كاين بعدا فرقه سيري رمضان؟ شوف، ما في هذه الساعه ما كان لا فرقه لا حتى حاجه، ولكن الا كانوا امكانيات ماديه راه بحالنا بحال الفرقين. راه الفرقين ديال القسم الوطني النخبه راه مازال ما واش في نفس السياق وكمل على الجواب تاعك سيري رمضان، يسمح لي واش نقدروا نقولوا انه بعض اللاعبين اللي شفناهم التحقوا بفرق اخرى محليه، واش السبب المادي هو اللي خلاهم يلتحقوا؟ شوف، فريق اللاعبين كدير معهم عقد ديال الموسم، كيسالي العقد ديالو التحق. انا مازال مش شي لاعب فريق الرياضي الناظوري شي 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 هود نيفو اللي غادي نتكلموا عليه. انا اللاعب اللي غيكون يلعب في القسم الوطني هوات ونزل القسم الوطني با هوات، انا كنعتبره ستينافير لعب ما بقى له ما غيعطي. هذا اللعب هذا اللي غادي تقول لي راه فتح الناظور مشى له لعب، انا لعب الا مشى لي فتح الرياضي الناظوري مشى وقع بواحد عقد احترافي ولا مشى استفاد ولا هذه والفرقه ما استفدتش، يبقى فيك الحال. ما انا عندي واحد الثقافه، انا ملي بديت انا مع عمري كنقول راه لعب مشى لي. انا لعب الا بغيت لعب وكنشوف فيه لعب اللي غادي نحتاجه
راه ما غاديش يمشي لي بحكم العلاقه اللي عندي معاه والثقه اللي كاينه بيناتنا. ما لعب اللي غادي يمشي من الفريق فتح الرياضي الناظوري ينزل الاقسام سفلى لا يهمني امره. وثانيا راه النيفو ديال اللعابه دابا كنشوفوا اللعابه ديال هو تمشي لاقسام النخبه والعكس صحيح نعم. ولكن باش غادي يبقى لا راه لعب مشى هذا لعب مشى حتى واحد ما مهم في الدنيا هذه. رفع الرياضي الناظوري تاسس في 1971 نعم. راه لعبوا فيها لعابه ولعبوا فيها امورات. ونزيدك واحد القضيه راه انا لعبت مع الفتح الرياضي الناظوري في 99 98 انا فتحي في الاصل. السي رمضاني مؤخرا عامل اقليم الناظور استقبل الفريق اللي حقق الفوز ديال كره اليد الهلال الرياضي الناظوري واعطى لهم واحد المنحه ماليه محترمه جدا. وقال بلسانه سي علي خليل قال كانت الرياضه يعني منذ مجيئه للناظور 5 سنوات وهي غصة في عنقه. وقال أن أنا الأوان نخدموا الرياضة. من بعد هذا التصريح هذا واش كيشوف السي رمضاني أنه فعلا غادي يخدم الرياضة وغادي يشجع هاد الفرق هذه باش تهي لما لا تكون في قسم ممتاز؟ واش كانت عندكم لقاءات مع السيد العميل؟ واش كاين شي وعود باش نعرفوا شنو كاين؟ شوف أنا ما رغبتش شي فريق بسيد العميل شخص. راه اول ملي هضرتي قبيله على النهضه البركانيه راه العميل كيولي غير مشرف، راه ماشي هو اللي كيدبر بامكانيات ماديه النادي. راه الناس كيجيو كيعاونوا بتلقاء نفسهم. حنايا مؤسسات اقتصاديه قدوم القداش وعندهم كيسميو كيصرحوا بمبالغ كبيره في 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 دار الضرائب وعندهم عندهم 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 امورات وما ما عندهمش واحد الثقافه لان عندهم وليداتهم عندهم 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 رؤيه عندهم مستقبل. انا علاش انا علاش انا انا نتساءل انا كمواطن داخل مدينه الناظور ما تكونش عندي واحد الثقافه واحد الغيره؟ علاش حنا ما نجتمعوش ونمشيو حنا عند السيد العامل ونديروا له احراج؟ اسيدي حنا هي بغينا الكره بغينا الرياضه حنا بغينا نساهموا. وراه هذه النقطه هذه واحد لقاء مع السيد العامل شرت ليه قلت له ما يمكنش كنشوف والد جهاد الشرق استقبل الناس ديال 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 ديال, ديال وجده من اجل تعمونه ديال وجده. نعم. وهذا هو الجواب اللي عطى لي. قال لي اودي راه الناس هما بغاو يعاونوا. راه العميل كان كرجل محوري جمعهم وتلقى ديك ديك ديك, ديك, ديك الرغبه ديال الناس وكما نقولوا بالايجابي ماشي بالسلبي. هنايا هنا السؤال المطروح اللي كتقول له اودي راه خصنا المؤسسات الاقتصاديه والناس ديالنا يقول لك اودي هذو راه كيجيو يبغيو يديروا لي احراج. نعيط له نقول عاون 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 فارق في الرياضي الناظوري الا كيقلب على مصلحه شخصيه. نعم. هذا المؤسسات الاقتصاديه ولا مستثمرين ولا مقاولين الا ما كانش الرياضه. انا فريق باريكزومبل فريق في الرياضي الناظوري يلعب القسم الوطني الاول. شحال ديال الزوار ولا ديال الجماهير اللي غادي يتوافقوا على مدينه الناظور على الاقل 5000 العجله ديال الاقتصاد غدور. اذا اللي ما كاينش وكيبان لي انه الاراده ما كايناش وخصها تكون الاراده خصنا حنا نديروها. نعم. والله شوف انا نتكلم معك بالتلقائيه وبصراحه والله الا كيضرني خاطري والله العظيم الا كيضرني خاطري بزاف. علاش؟ لان الناظور ما يستاهلش يكون في هذه الوضعيه هذه في المجال الرياضي. حشومه الناس عندهم امكانيات ماديه وشنو هي حياه البشريه؟ انا نعطي السؤال راسي انا كمحمد رمضاني نخدموش مع الفلوس ونمشي نشري الاراضي ونبني وما نبانش في الساحه. راه حياه البشريه اكيد راه تاريخ. راه على الاقل خليه بعد السميه ديالك ولا خليه بعد غير الناس يجبدوك. إلا ما درتي والو جمعتي غير الفلوس راه غادي تموت راه ما يعقل عليك والو غادي تخلي غير المشكل ديال الارث وحتى دوك. نعم. والتاريخ لا يرحم التاريخ. السي رمضاني ما بقاش لينا بزاف. إلا قلت لك السي رمضاني كرئيس الفتح الرياضي الناظوري شنو هو الميساج ديريكت ديالك لهاد الناس اللي فيهم مسؤولين فيهم مستثمرين فيهم الناس اللي خصهم يدعموا الرياضه؟ شنو هو النداء ديال رئيس الفتح الرياضي الناظوري لهاد الناس هادو؟
اولا انا احنا مقبلين يوم 11 يوليو اغسطس على جمع العمده الفتحيه ديال الناظوري. انا كنتمنى من قلب صادق يبان شي واحد كما نقولوا باللغه ديال 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 اللغه المتداوله ديال الشارع. نعم يبان شي واحد مول الشكره يقدر يزيد الفريق في التحليه ديال الناظوري الى الامام. ولكن الى ما كانش راه انا شخصيا كما قلت راه تحمل واحد المسؤوليه ديال واحد النادي بدون امكانيات وبزاف ديال الحوايج اللي تاولوا في 3 سنين ولا 4 سنين الاواخر ولا من هب ودب يتكلم بفريق التحليه ديال الناظوري. فريق في التحليه ديال الناظوري فريق مدينه الناظور فريق الجمهور فريق الناس ماشي ديال الاشخاص ماشي ديال الشخص. نعم لا يحق لاي واحد ينتقد واحد انسان متطوع. ونكمل فريق في التحليه ديال الناظور دابا ما بقاش الوقت محتاج التدخلات ديال المنتخب. وغدا ان شاء الله يوم الجمعه مع 11 الصباح عندنا واحد اللقاء مع رئيس المجلس البلدي نتمنوا يكون لقاء ايجابي. ونفس الشيء ارسلت السيد العميد طلبت من اللقاء على حسب الوضعيه اللي كيعيش فريق فتح الرياضي الناظوري. حنا بغينا فريق فتح الرياضي الناظوري يبقى في الحفاظ وكما نقولوا عنده واحد السمعه على سعيد المدينه وعلى سعيد الاقليم وكيتمشى كما نقولوا بواحد الثقافه شبه احترافيه وكيحافظ على كما نقولوا على لا على المصداقيه ديالو ولا على المصداقيه ديال السلطه ولا على المصداقيه ديال جميع متتبعين فريق فتح الرياضي الناظوري. ما بغيناش نخرجوا من هذا السياق ونتمنى ان شاء الله كل واحد ياخذ هذا المشكل ديال فريق فتح الناظور بجديه. الا كنعطيك كانت انديه اللي غادي تنافس معنا هذه السنه هذه راه انديه ديال المجموعه الوطنيه النخبه اولى. ونتمنى ان شاء الله في اقرب وقت نلقاو حل جذري لفريق فتح الرياضي الناظور. نتمنوا هذا الميساج ديالك وهذا الشيء اللي قلتيه يلقى اذان صاغيه واللي غادي ان شاء الله ما كرهناش نشوفوا هذه الفرحه نشوفوا نرجعوا التاريخ اللي كان لما لا. كلمه للجمهور الرياضي ديال الفتح الرياضي الناظوري اللي كينتظر هذه السنه يشوف فريق في المستوى شنو تقول الجمهور؟ جمهور فريق فتح الرياضي الناظوري احنا فوق راسنا ولكن راه فريق فتح الرياضي الناظوري راه ديال المدينه وديال الاقليم وديال ماشي ديال الاشخاص. وفريق فتح الرياضي الناظوري في الاوقات ديال الازمات ديالو خص كلشي يوقف كلشي يكون ايجابي راه باش غادي تجلس في القهوه ولا تبقى دير لي النقد ولا شي حاجه. راه انا شخص راه بحالك راه خديت واحد المشعل ديال المسؤوليه ديال فريق فتح الرياضي الناظوري. اللي عنده رغبه واللي عنده قدره واللي عنده حب لفريق فتح الرياضي الناظوري الباب مفتوح من غدا يجي يهز المشعل وحنا موراه وحنا نعاونوه. وما علينا علاش لبسنا واحد المايو ديال فريق فتح الرياضي الناظوري راه ما عمر غادي ننزلوه ونحن راه الاشاره ديال الجميع. ولكن الانسان يكون مسؤول ويكون واقعي ومنطقي ويعرف ما له وما عليه. شكرا محمد الرمضاني رئيس فريق الفتح الرياضي الناظوري. شكرا لصدقك شكرا لصراحتك. رمضاني نعرفه جيدا غيور على الإقليم غيور على الرياضة غيور على الفتح الرياضي الناظوري. ففوس قفوس ايثما انمون يومنوس انمون يمخون بلد تيموكريسين حنجان نحل حنجان رنشين لما لا غنغيري فريق. وين تديج الميساج المسؤولين اذار ثينيث يدقان الفرق إنه خسان فريق رياضي فريق كروي خسان غرنشين نهاران سوخ النظار نهاران سوخ باب أوروبا نهاران سوخ الناظوري جاتو غادي الاقتصاد دم زوارو. فأيثما سويسما نيوض غارو سيس ونقلو نتخلص النهارا قيمة كينا يجن الحلقة النغني أك الراديو النغ. شكراً.